خدر 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 صبعي خدر حيوان خدر سبعة ثمانية تسعة عشرة يا خواتي الدومي الحين انا رايحه موعد اسنان اوماي جاد خايفه لكن متحمسه. اول خطوه من التقويم اليوم ما بركب تقويم لكن بنبدا بيحطوا لي هذا الرينج الشيء عشان انا اسناني شي مستويه فبيحطوا لي اياها فوق اوكي بعدين نخلص وقالوا لي اكل عشان ما اقدر اكل بعد لها للاسف الشديد. المهم ما اعتقد اني اعور وايد لان هزاع اخوي حطه فعادي زين وبعدين بحط تقويم اوماي جاد بس مو اليوم. هاي خالتي الدومي توني خلصت من المعود مثل ما قلت لكم ما حطيت تقويم حطيت هاي الشيء داخل شفتوا زين فحطيت هذا الشيء والشيء الوحيد اللي عور هو الرينج تعرفون يا مام ما ادري ايش بس يعني حطوا لنا هذا وهي بيسوي دائري اكثر بس سمعت ميا تقول ما ادري بس هي اوكي تعال وقال لي الدكتور ان اوماي جاد ما اقدر اقول حرف الدي والتي قال الدكتور ان اذا كنت اغسل اسناني وايد عدل الموعد ده خلاص بحط تقويم اغسل انت ما عدل ولا حط تقويم لا سبب بغسل طبعا يعني اكيد عدل ف والحمد لله اني ما اقدر اكل بس حق ساعه واحده اوكي وان اقلل من الاشياء اللي يعني عيش جيم اكل شوربه وشي بس الحمد لله يعني يعني اشياء سائله عرفتوا وما اقدر اكل لوتش وهي الحمد لله المرة ما دمعت ولا شيء آخر موعد حطالي نفسي حطالي الرينجز دمعت بس الرينجز كان بس عشان يصور الهامون يخلي فهالمرة هذه ما دمعت بين هالمرة حطالي الرينجز عشان يشوف بين شلاهم بين حط هذا الشيء وحطاهم بس الصعب كان يعور الصعب ما يعور تعرفون شو الشيء الصعب إني أبلع ريج لأن ما أقدر مثلا لساني يلصق في هذا الشيء مو التليفون احس ان جمري فاهم اخره بيطلع كشغل المهم وقال الدكتور ان يمكن تمي عورني حق يومين او ثلاث واذا وايد عورني اخذ الدواء لكن الحين ما يعورني فان شاء الله ما يعورني فحلو وايد والله ما تدري ايش كثر اوماي جاد